احنا اليوم بالمزار بالحي الغربي، هذا مش هيك يعتبر؟ وجينا عند ابو علاء الشرمان صديقنا من امبارح. ان شاء الله بس يكون صداقه طيبه، لان الناس طيبين صداقتهم مكسب. الله يعين. طيب علي تحت يابا، لا تحت وين انت سرقت؟ جاي ايوه. هذا ابو سند الجوارني طلع من عنبه وساكن بضيافته للمزار. انت في حدود بينك وبين المزار ولا بس على دير يوسف؟ هاي كل يعني هسه هناك هذيك شو هاي؟ هاي عندي، هاي عندي صارت. لأن جينا امبارح طلعنا من تحت من دير يوسف من عند كفر اساس باتجاه كفر كيفيا. المنطقة هاي تحت النقيع، منطقة النقيع. النقيع ايوه. ورحنا لقينا لك شجرات يا زلمة ما شاء الله، زيتونات ايش بخوف، مصفوفات صف ومزروعات. المسيحية يعني شو يسموهم هذول؟ المعايير. هذول بعد اراضيهم ودورهم القديمة كلها موجودة. نعم صحيح. صحيح. هذا المعايير معظمهم صار بالحصن ساكن. بس اراضيهم بعدها مثل ما هي. ولا باعوا. ما بيعوش لا. ويجوا بلكتوا الزيتون وشو اسمه. ذلك يعمل اليوم هذا طلع كل هكذا أقول. شو هاي زارح؟ هاي خشخاشة بس ركبتها ما السقعة ماتت. تطلع بركب من جديد. يا الله يا سيدي. بركب قبل. هاي المورة. خير موافع كل الناس اللي امبارح ما قبلتش تقرب عليها. لا ما بتجي. عارف من امبارح كانت نزاق زعلانة. لا السرا قربت هي فلت. ما طلعتش من امبارح معي. لويش؟ سويت. يلا امسك ابو على خير. امسك. ناخذ لك احنا.